بص يا كابتن، مباراة صعبة جدا، مباراة مش سهلة، وأنا مش عارف ليه إن في بعض الناس كده أو بعض الناس اللي بتفرج عليهم بشوفهم لو بيحاولوا يوروك إن الترجي التونسي مش مستواه وإن الترجي التونسي خسر في بطولة كأس تونس في دور 32. لا يا كابتن، الكلام ده كله مش حقيقي. الترجي التونسي يظل فريق كبير، الترجي التونسي فريق قوي. النادي الأهلي هو المرشح أكيد الأوفر حظا، الأهلي خلاص بيبحث عن لقب وال 12 في تاريخه، والخامس يبقى موجود في الفاينل على التوالي، يبقى أربع مرات خمس سنين، ده هيبقى نجاح كبير جدا سواء للاداره او للعيبه الجيل الحالي او كل الناس في النادي الاهلي. يمكن مباراه الترجي يمكن انت هتسهل الدنيا عليك جدا يا كابتن اسلام لو قدرت انك انت ان شاء الله في طول تسجل هدف، وحضرتك لعبت فاينل قبل كده وعارف يعني ايه انك تسجل هدف خارج الارض، تقدر ان انت بالنسبه لك يفرق بشكل كبير جدا قبل مباراه 25. اللي هيكون انا من وجهه نظري برضو ان هيكون الجمهور هو ان شاء الله كلمه السر في المباراه دي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق اللقب، لان اكيد الكل محتاج ان النادي الاهلي يحقق اللقب ده، اكيد مراحل كبيره جدا احنا محتاجينها كنادي اهلي، بجانب كمان مشاركتك في كاس العالم بدال اللي جاي 2025. اعتقد النادي الاهلي بيمر بفتره يمكن فتره جميله جدا في تاريخه، وفتره بالنسبه لنا هنعيشها بعد كده انها تاريخيه.